تشرب هي هادي خرج الجنة وخرج الجنة حرام حنا خصنا نحرم هي مبراكي شي بانك اخي واحد ديالها ما كتب عليك السلام عليكم متابعي قناه ميكرو ديكو، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم قررت باش نخرج نسول الناس كون كنقول شي حلال شنو هي الحاجه من المحرمات اللي غادي دير، غنشوفوا الرياكسيون ديالهم. المهم كملوا اليوم الاول حتى التالي، ما تنساش دير لايك وكومونتير وسبسكرايب باش تكون من الاول اللي كتشوف الفيديوهات ديالي، وكملوا الفيديو. بس خويا غادي نسولك واحد السؤال غتجاوبني بصراحه، كون كان كلشي حلال شنو هي الحاجه اللي غادي تفكر فيها من المحرمات ديرها؟ الشراب. بغيت تشرب هي هادي اصطجت كون كان كلشي حلال شنو هي الحاجه من المحرمات اللي كتفكر ديرها؟ كون كان كلشي حلال شي حاجه حرام وكتفكر ديرها تمنيتي كون كانت حلال عادي قطع نمشيو بالروج ولا بلا كذا شي حاجه سميتيها سكون انا باقي ما فهمتش السؤال انا نضبط السؤال الشركة هو فهم السؤال انت ما فهمتيش كون كان كلشي حلال شي حاجه حرام اجي انت كيفاش كون كان كلشي حرام؟ حلال شي حاجه اللي حرام حلال نبغي ندير شي حاجه محرمه شي محرمه اللي دابا راه ولات حلال ربي محلل علينا كلشي شنو هي الحاجه اللي انت باغي ديرها باغي نديرها نخرج الجنه وخرج والجنه حرام احنا خصنا نحرمها هاد الناس واعرين هادو اللي عايشين معاهم حنا بزاف هذا شي واش هذا السؤال ولا لا؟ فهمتك ولا فهمت شي حاجة في الدنيا يعني ماشي في القيم ما وصلناش على هذاك الدرجة هادي هذيك شنو هي الحاجة اللي فكرتي زعما تولي حلال؟ ما جا جاوبها خايفة يصلاش اجا خويا عادي ماشي مشكل غير اجا صاحبي عادي اجي انت عادي تبانو بثلاث اجي عموما دابا انت فهمتي السؤال شنو هي الحاجة وبغيتي ديرها واخا هي حرام يعني ولات حلال ما غادي تحاسب عليها لا والو شي حاجة اللي تمنيتي تكون حلال؟ زعما ماشي شي حاجة حرام باغي ندير جاوبنا انت يا شي جاوب شوف الرجولة هذيك راه حرام وكنديروها بغا بغينا هذيك حرام محللين الراس يعني إذا شي حاجة حرام بغيتي ديرها كاين شي حاجة زعما اللي كتحس بها انت يا ما يمكنش حد شي بعض المرات كتكون مع راسك كتقول السكرة حرام كتشرب مع شي واحد وكذا كتقول غنقتل امه دابا انت باغي تقتل ايه باغي تقتل شي واحد وكانت حلال تقتل واحد حلاقة الزيبة هادي ويلا خوتي بلا ما نعطلوك ونزلي بزاف شكرا لك شكرا لك خويا اسولك واحد السؤال سولنا جاوبنا عليه بصراحة بالرجولة ما دير لها لا غادي نسولك يعني كون كان كلشي حلال شنو هي الحاجه اللي حرام غادي اللي تبغي ديرها كون كانت حلال نبغي نديرها شي حاجه حرام كون كانت حلال غادي ديرها والصراحه في هذه البلاد راه كلشي حرام انا تجيني وحق الله ولا الماء شريت يعني ما تجيني حرام ما نكذبش عليك اخويا ما نكذب عليك بالراجل كلشي تجيني حرام بصح يعني نفهمهم بين الحلال والحرام دابا الحرام مبين والحلال مبين يعني اللي قالنا الله واللي قالنا به عليه الصلاه والسلام اللي قالنا حرام شنو هما الحوايج اللي حرام اللي محرمين معروفين معروف اللي باينين شنو شي حاجه حرام كون كانت حلال غادي تبغي ديرها بحال عادي الخمر الخمر زين الوشام واخا هو شبينا هادو شي حاجه يعني بسيطه باغي دير درتي شي جنيب بعدا دير شي جنيب مع الله بسيط ماشي دابا ولا غيكون حلال لك الساعات غيكون حلال لك الساعات لا ما يعني شي حاجه بسيطه ماشي شي حاجه اللي غتقصى الله عليها ولا شي ذنب لا ديرو يعني دابا انت بغيتي الشراب والوشام الشراب والوشام صحيح وشي خويا من هاد البلاد اخويا قبلنا بالراجل اخويا قلبك بالراجل اخويا قلبك قلبي انا خاوي قلبي سماره تبعاني انا النهار كامل انا من السبعه وانا فايق باش نشد ورقه هاد العشره الله يهديك بس قولي جلست في هاد البلاد بصح ما عندناش في هاد البلاد اخويا هاد البلاد حرام وما عاد ما ينبرش منكم هاد البلاد حرام الراجل عندنا قاسر احنا في السيئات وفي كل شيء اخويا العزيز ما نكذبش عليك صعب بنادم كيتقاتل على الخوا الخاص كيتقاتلوا على 100 درهم هاي لا يحسن له وانا خايل الجام وراه الثمن رخيص تنسرقوا ما والو هذاك هو اقرب الذنب مع الله هو تسرق هو اللي عايش في المجتمع تديروا لنا مرزقه زيت في الزيت زيت في البوطه زيت في السنيده زيت في الضو
بصح متفقين هاد البلاد راه ما لقاوش الحل الاكسجين اللي يبقاو يخلصوا عليه الضريبه مثلا. الحرام ما نكذبش عليك، حنا راه تنشوفوا الحرام عادي، بنان انت دير خورزقه مرات تتزوج قول يعني واخا حرام ولا كلشي تيدير شي حلال. البنت تشباب الدري تيك توك داك التخربيق داك الشي حلال بصح وبنان ولا بزاف د الحوايج في هاد البلاد اخويا يعني ما كيحترموا لا حرام لا حلال، كيحترموا لا حرام لا ولا بدا من ريوس الحربه وبطيط. اما حنا الطبقه اللي بحالنا مساكن هدراوش الدم اللي دايرينه مع الله، تلقى واحد يدير الدم مع الله هو اللي ما تيصليش بصح توب عليك تيالي اخويا العزيز. حماس حماس الا كنت وصلتي لهاد اللقطه بالفيديو ما تنساش دوز عندي الانستغرام ديالي اللي هو صيفطوا لي الافكار ديالكم واللي مالنا كانت في المستوى ندوزها وكملوا الفيديو. غير واحد سؤال عادي سؤال خفيف ظريف وتجاوبنا بصراحه مرحبا. يعني كون كان كلشي حلال شنو هي الحاجه اللي حرام اللي تبغي ديرها؟ كون كان كلشي حلال يعني جميع المحرمات حلال، شي حاجه حرام تبغي تقرر ديرها يعني كون كانت حلال في الحلال يعني ماشي داك كانت حلال لا تقدر تبغي ديرها بغيت نديرها بزاف ما عرفتش شنو يقول عادي خويا قلبك السرقه نو جاد نو جاد بليز نو 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 شي حاجه اللي مزيان واحد يدير بها واحد يدير بها شي حاجه واحد اللي تنفعك شي حاجه السرقه زين صافي هذا ما دير لي يعني كون كانت السرقه حنا كنتي غتسرق السرقه صافي غير السرقه في عندك شي بلاصه ما عندك شي حاجه بصح بلاد ما ما عندك والو ما عندك حتى حاجه غرس مالك شنو غدير بس قصب لك شي مزيك تقيب لك قطعه في قطعه كيف هاد الامور هذا قطعه في دماغك يعني البنت تفضل غير السرقه ما تفكر لا في حتى شي حاجه فكر مزيان زعما كاين بزاف ديال الحوايج اللي حرام يعني يفضل بنادم يديرهم كون كانوا حلال هو الساعه اللي تشري بها الاخويا بس باين غير السرقه هذا اخويا هذا اللي كيفكر فيه مزيك اللي كيفكر فيه بزاف الشباب دابا حاليا. شكرا لك على رد الفعل ديالك صاحبي. بغيت نسولك واحد السؤال وتجاوبنا يعني بصراحة. واخا. نقول يعني كون كان كلشي حلال، شنو هي الحاجة اللي غادي ديرها؟ كون كان كلشي حلال. تخيل دابا كلشي حلال، يعني الحوايج اللي حرام حلال، شنو هي الحاجة شي حاجة محرمة ربي باغي ديرها كون كانت حلال؟ اللي وشم. باغي توشم، نتايا؟ نتايا. واو! زعما هذه بحال عادي ضروري خصك تبدل عليه يعني. لا وي. انت باغي توشم؟ جوجكم باغيين توشموا؟ شكرا لكم اخوتي شكرا. كل حنا تنخرجوا تنسولوا الناس يعني كون كان كلشي حلال شنو هي الحاجه اللي حرام تبغي ديرها؟ كون كان كلشي حلال وخا هاد البلاد كلشي فيها كلشي فيها حرام هاد البلاد كلشي فيها حرام اخي اخويا قلبك اخي دابا دابا بغيتي شنو بغيتي الحاجه اللي زعما حاجه كون كانت تمنيتي كون كانت حلال ديرها يعني ما عليها لا ذنب لا والو هي مبراكي شي بانك اخي انا جي باين دي اسمح لي هادي سؤال عادي يعني شحال من مره كتكون جالس كتكون شي حاجه حرام كتزيد لي ربي كون كانت حلال عمرها ما وقعت لك هادي؟ يعني ما كتفكريش حتى شي حاجه تكون حلال ما كتفكريش تقتلي شي واحد البنت تتخاف شكرا لك يا غادي الى بغيتي تشوفي لك الفيديو دونك عجبك الفيديو بغيت هذا الفيديو يكون فيه الماكسيموم ديال اللايك بيه.